الأخ النقد للمجتمع كيفاش
بيني وبينكم ببساطة الأمور وما تتصرفوش وخاصنا نفرقوا ما بين الأمور. هذا فضاء مؤسساتي تنظيمي، كاين فضاء مؤسساتي آخر اللي فيه المنتخبون سيد الشامي، وغادي نطرحوا الإشكاليات ديال المنتخبين يطرح السيد الرئيس تنصر فينا غادي يجي وقتو غادي ننزلو في المشاكل باش نكون الناس عمليين ومن كنعرفو نشاطو واحد المنهجية باش نوصلو للأهداف. مكنخلطوش الأمور. اليوم عندنا العمل الأول هو حفلة استقبالية للتنظيم الحزبي اللي نتفاق غادي نرجعلو، جوج هو هاد المؤسسات التي تشتغل بشكل منتظم سيدة منصورة كرة. هذا النهار هذا كاين ثلاثة الجهات لعقد ثلاثة المؤتمرات، كاين مؤتمر المرأة المستوى الجهة ديال الداخلة والذهب، كاين مؤتمر ديال الشباب العرب للوقت منتدى ديال الشباب كيهيئوا المنتدى الوطني على مستوى الجهه اللي بينهم، المؤتمر الجنوبي ديال مراكش مراكش عزيز. اليوم اخواتي والاخوان كانوا راح يجوا اللي تعرضوا للزمن بطبيعه المعرض التصور بين النتائج المتوقعة 2021 حتى 2018 من النتائج مؤتمر السيدان باش يطلع رئيس المنطقة في الوظيفة سنة أكتوبر 2015 أول اجتماع المنطقة السياسي هذا اللي كان جيت بغينا نضرب الجيت وبغينا نجي الأولي في 2021 شكون اللي معايا وشكون اللي ما معايناش. مساحة أنو المنتجين ديالي دائما كينجوا على الفكرة على الواقع على المواطن لأنهم بيتصادوا هو الواقع هو المثبت في 2021 هذا المثبت في 2021 أنه تجمع المحاق حصل على جوج مليون ويتم على الصوت عدد المراقبين. إذا نفرق ما بين البرنامج الحكومي والبرنامج المحلي، البرنامج المحلي فهو الفضاء ديالو كاين المنتخبون سيجتمعون وغادي نشتغلوا غادي نخرجوا الوثائق انطلاقا، وهنا غنكونوا الناس كنخدموا بشكل العقل بالعقل. مواطن كيجي يبقى عليك واحد خصو طبيب، واحد خصو السبيطار، واحد الدولة البيرية، واحد خصو يدوي الكونكور، واحد خصو شي تدخل، انت ماشي. المنتخبين كيعيشوا هادشي. واحد خصو يتعاون في السابع، واحد خصو يتعاون في الجوج، واحد خصو يتعاون وانت ماشي. لكن مواطن ذكي لا يجي ليس لنا الحق في استبداله. اخر مره غادي نتحدث معك على داك الشيء اللي جيت لما كنبدا معاك. لهذا اخوتي الاخوان انا شخصيا مقتنع جد مقتنع اننا غادي نشتغل ان شاء الله بكم وغادي ينجح سعادة النرج وغادي نشكر في تنفيذ التعاقد اللي تعاقدنا عليه. الأزمة فعلا الأزمة تتجاوز الجميع، لكن نرجع للتاريخ كذلك وغادي نقرأ من زاويتي مختلفة وغادي نتقاسم معكم الأشياء التي أعرفها. الفين وجوج كان ناتج داخلي خام ما كيكونش 1200 دولار بالنسبة لكل مواطن، بالنسبة للناس اللي عرفوا هادشي اللي كيصرف فيه
big hat. يعني كم راس واللي كده كان حسن تاني الله يحمي سنة 1992 من خمسين سيصبح المغرب ورشا كبيرا لكي تذكر ورزقكم ترجعوا وتلقاو الخطاب وفاة المهني الله يرحمه محمد السادس الله يسترجع الله يشفي بنا غادي نشتغل كنا امام سؤالين سؤالين سمحوني يا جماعه النقاش هذا النقاش مع عمرني ما كنتش نمشي لبلاصه كنديرو في مراكش علاش كنديرو في مراكش بين بين شي وحدين كيقول لكم ديرها كويت مع سيدنا وعاود سيدنا بنقول لكم راه كاين حوايج كبار ماشي كبيرة راه حوايج كبيرة ديال البلاد وديال التاريخ وديال المملكة عندها 14 قرن فبالتالي كان النقاش أين سنصرف هذه الأموال؟ كنا أمام رأيين جوج ديال الآراء واحد الرأي كيقول لكم بي كان عنده مدافعين بناء الإنسان دور التعليم والصحة وكذا 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 والرأي الآخر كيقول لكم بي البنية التحتية هي الأولى وكان النقاش حاد وهذا النقاش حاد الاخوان اللي كان عندهم الراي ديال البنيه التحتيه كيقول لكم هذه الفلوس اللي مشينا درناهم في التعليم والصحه غادي يتكملوا وغيتقاداو وما غنبقاش النقاش عندنا مدخول باش نقولوا المشروع ولكن الا مشينا درنا البنيه التحتيه غادي يبقاو يجيو لينا الثروه اللي غادي نبنيو بها نكملوا بها المشروع ديال البناء ديال الانسان على مستوى التعليم والصحه سيدنا الله يسرو قلب الأحبس كل عبد الحق جوج بنا عنا طلق دراسة ديال التنمية البشرية ل 50 سنة وصدرات 2005 تقرير 50 واللي عطى توجهات وبنى على أساس حكومة سي عبد الرحمن يوسفي الله يرحمه للكابسي محمد القباش وتفعيل مقتضيات الدستورية ديال 96 كان كيسال المغرب صادق على الدستور 96 خاص مجموعة ديال المقتضيات الدستورية صوتها الحكومة سي عبد الرحمن يوسفي وبدا في اجتماع بدا في الساعة واحد مجموعة قوانين ديال الحماية الاجتماعية اللي كانت البداية جات الحكومة ديال بريشطو دارت ما هو اقتصادي إذا القانوني إطار قانوني حكومة لأن الحكومة واحدة ما يمكنش تدير كل شيء ما يمكنش إذا كاين أولويات حكومة سي عبد الرحمن يوسفي البناء القانوني للدولة المغربية الحديثة سي بريشطو البناء الاقتصادي على أساس كنا كنتوقعوا أن حكومة سي عباس الفاسي غادي يدير ما هو اجتماعي ما كملاش لسببين خارج طاقة ديال الحكومة آنذاك جات الأزمة المالية في 2008 2009 2010 إلى تذكروا وانهارت أبنى كبرى في العالم وظل النظام البنكي في المغرب واقفا ما تقاش هناك تبين حسن الاختيارات الأمريكان سمحوا لي واخا كاين وجه التحفظ أبنى ليبرمان فشلت دات فايت لما دات فايت كل كان خاسر جميع مواطنات المواطنين اللي كانوا واخدين الفيزا
من كان يدير سميتو ديبو يعني ودائع وتشرجوا السكان وتشرجوا المواطنين وفقدوا الاملاك ديالهم وتباعوا في المزاد العالي مجموعه ديال المساكن. المغرب ضمن النظام البنكي واقفا رغم كل الانتقادات اللي كان يقولوا علاش لان البناء كان سليما وفي اختيارات. فهذا الشيء اثر على الحكومه سي عباس الفاسي، لكن جاء 20 فبراير جات الدستور جات حكومه جديده كان تطلع عند المواطنات والمواطنين في التخيير وكذلك حصل. وفي 2015 و16 ذهبوا المواطنين تاقوا وقالوا لي لا نمشيو في التوجه ونخليوها التغيير، لكنهم لمسوا انه لم يكن هناك اي تغيير بقدر ما هو بين مزوجتين ممكن سوى التراجع. ما كنديروش هاد القراءه باش تلوموا شي واحد، هذا التاريخ والتاريخ ما يكذبش على شي واحد، وهذا الشيء كلشي غادي يتعرف وكلشي غادي يخرج في كتب وفي ابحاث اجتماعيه وسياسيه وثقافيه. اذا حكومه السي عزيز خنوش مطالبه بالنجاح في الورش الاجتماعي الذي لم يكتمل منذ 2007. شو دابا شحال التاريخ شحال وقف عندنا؟ 2007 2012 2012 2016 2016 2021 ثلاثة أجيال أو جيل ونص، لكن شخصيا عارف السي عزة خنوش وعارف كيف يشتغل ولدي الثقة الكاملة وخابرته في محطات مختلفة ونعرف انه هو القدره كذلك على النجاح في تدبير هذه المرحله على المستوى المركزي على المستوى المحلي. كلكم عزيز خليج كل واحد بلاصه، كل واحد خصو يمثل هو يمثل عزيز نساء ورجالا في الجماعه في غرفه الصناعه التقليديه في غرفه الصناعه الصناعة والتجارة في الغرفة الفلاحية في الجهة في المجلس الإقليمي في الحي في المدرسة في المتجر، باش يمكن لنا نخلقوا هذا التحول المجتمعي. وماشي سهل معقد وما غاديش وغادي نصمتوا أمام هذه الأزمات. كلما أتاحت الفرصة باش نقلصوا من العدة ديال الأسعار غادي نعملوها. كلما كان هناك خيار واحد اما غادي هذه اما غنطيح ما نخليوش بلادنا طيح وغادي نصبروا وسنتضامن حتى نتجاوزوا هذه الازمه. اين يكمن الحل؟ لقيت المواطن ما بقاش يأدي مصاريف ديال الصحه، لقيت المواطن ما بقاش سجين ديال الساعات الاضافيه. لما المواطن يولي عارف بان وليداتو مستقبله مضمون بواحد البرنامج دراسي كيسمح له كيفتح له الافاق كلها يختار يوم المواطن وليداتو ما كيختاروش خص كيبقى في الحومه وعندو اما يكون هذا يدير هذا العمل ولا ما كاينش وينتظر يجي الكونكور ديال المتعاقدين باش يدخل للتعليم ولا كينتظر شي فرج من عند الله ما عندوش الحق يمشي اللي تا هو مدير عام ديال شي بنكه واللي تا هو رئيس مجلس النواب واللي تا هو رئيس حكومه واللي حتى هو رئيس تأمين. اذا انا ما كنتش كنعطي الفرص لهذا عالم جديد يتشكل على المستوى الدولي، مجتمع جديد سيتشكل عبر المملكه المغربيه وسيقوده سي عزة خنوش بدعم ورعايه وتوجيهات الملكيه الانسانيه. شكرا لك.